اختتمت بالعاصمة الإدارية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي يهدف إلى حشد الخبرات المتنوعة والثقافات المختلفة بهدف دعم وتمكين الطلاب بالجامعات المصرية. جاءت النسخة الخامسة للمؤتمر تحت عنوان الجاهزية للعمل، بمشاركة عدد من خبراء التعليم والإرشاد المهني ورؤساء الجامعات بمصر والعالم، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. الخريج مش بس إن هو ياخد شهادة، لأن الشهادة أنا ما بعتبرهاش ده الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي إننا نكسبك مهارات تقدر بيها تلاقي وظيفة جدير بيها، وتقدر إنك أنت تساعد في احتياجات الدولة واحتياجات سوق العمل. مشروع المراكز الجامعية الذي يساهم في إعداد الطلاب والخريجين ليتمكنوا من تخطيط وتنمية مساراتهم المهنية والاندماج بسهولة في سوق العمل بشكل يدعم الاقتصاد المصري ويشارك في تحقيق التنمية المستدامة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما دعم ضرورة إنشاء المراكز دي في كل الجامعات المصرية واستكمال المنظومة أصبح تكليف رئاسي، خلى الفكرة فكرة أقوى بكتير من أنها مجرد مشروع، وأصبحت سياسة من سياسات البلد لدعم الشباب وتقويتهم. الاهتمام بمراكز التوظيف المهني ودورها في تأهيل الطلاب، لأنها بتربط في الجاب ما بين أو الفجوة ما بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل وما المهارات المطلوبة لسوق العمل، فهذه المراكز بتؤهل الخريج بالمهارات اللازمة لسوق العمل وبتدي له فرص وإن هو يلاقي الوظائف اللي ممكن تتفق مع إمكانياته ومهاراته. احنا بنتكلم على جامعات أهلية أنشئ فيها مراكز التوظيف، بنتكلم على برضو مستقبل، كنا بنتكلم في الصباح على إن لابد الجامعات التكنولوجية خاصة إن هي في الأساس نمط التعليم بتاعها بيتسق مع شريك من الصناعة في الأساس، فده بالأجدى إن مراكز التوظيف دي يمتد دورها ويمتد مجال تأثيرها لهذه الجامعات التكنولوجية. المشروع بيهدف ان هو يعمل 46 مركز تطوير مهني في 34 جامعة مصرية شريكة، وحاليا احنا فتحنا 37 مركز في 29 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية، وفخورين جدا بالفرق اللي عملته المراكز دي في الجامعات المصرية، وحابين ان احنا نشارك بالتجربة دي لجميع الجامعات لانها بتفرق في الطلبة والخريجين. كان توجيه رئاسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لابد من سد الفجوة اللي بين سوق العمل وبين المقررات الدراسية اللي بتدرسها الطالب، فكان المراكز الجامعية كانت هي الحل الامثل لسد الفجوة دي. سد الفجوة بيكون من خلال دراسة أو الكورسات اللي الطالب بيكون محتاجها، وبتمثل الوظائف المستحدثة في سوق العمل. كل ده بيساهم في رفع مستوى الطالب من خلال فترة العمل بالجامعة كطالب. في مجموعة منهم خدوا دورات تدريبية في شركات مرموقة، والمجموعة الثانية تم عمل ليهم بروتوكولات للتوظيف بمجرد حصولهم على الشهادة إن شاء الله.